في مستقبل ليس ببعيد سيصبح العالم مختلفا تماما. ستتمتع الصين بأكبر اقتصاد في العالم. نتوقع أن يتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي بسرعة كبيرة، ربما في مطلع العقد القادم في عام 2030. حصة الصين في التجارة العالمية زادت في الواقع بوتيرة قياسية. الصعود الاقتصادي السريع للصين لم يسبق له مثيل في التاريخ. يعرف مصطلح باسم عصر الصين، تتطور فيه الأحداث بمعدل أسرع بكثير. شهد واقع 40 سنة الماضية تحولاً جذرياً من نمط حياة الفقر الريفي إلى حياة الطبقة المتوسطة المريحة. دشن الانفتاح على الرأسمالية السوقية في أواخر 70s القرن الماضي بداية عصر جديد. رغم انتشار مظاهر الرأسمالية الغربية الآن في الصين، ما تزال الدولة تحكم بقبضة من حديد. إنها سيطرة مركزية تأتي بتكلفة بلا شك، إلا أنها مكنت بكين من تطبيق استراتيجيات اقتصادية طويلة المدى. حولت الصين نفسها إلى قوة عالمية في مجال الطاقة النظيفة، من حيث إنتاج معظم الألواح الشمسية وأجهزة توربينات الرياح وبطاريات الليثيوم أيون. بحلول عام 2030 يتوقع أن تحصد الصين نصيب الأسد من فرص العمل والثروة مع تحول الاقتصاد العالمي تدريجياً بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. أيضاً وفرت الدولة بيئة مثالية لشركات صناعة السيارات الكهربائية. نعتقد في جنرال موتورز أن الصين ستكون واحداً من المراكز الرئيسية في العالم لتبني السيارات الكهربائية والتحول إلى كهرباء المركبات. تعيد الصين كتابة قواعد الرأسمالية العالمية، فهل تستطيع بقية الدول مواكبة ذلك؟ كما تعلمون، يقلق الرئيس من أن الصين تسبقنا بفارق كبير، وقد حان الوقت لتغيير هذا الوضع. رغم ريادة الصين في كثير من القطاعات الصديقة للبيئة، فإن التقدم الذي أحرزته في قطاع السيارات الكهربائية لا يضاهى. أحدث تطور صناعة السيارات في القرن العشرين ثورة اقتصادية في الولايات المتحدة، وبعد أن تأخرت الصين عن شركات صناعة السيارات العالمية لعقود، فقد نجحت في تخطي حقبة محركات الاحتراق التقليدية، وتعد البلاد موطناً لأكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية من حيث المبيعات، وما يزال لديها مجال أكبر للنمو. مثلت السيارات الكهربائية 5% من المبيعات في عام 2021، ولكن بكين تهدف إلى الوصول بهذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030. في عام 2001 وضعت بكين خطة الدولة لتطوير التكنولوجيا الفائقة لكي تعزز القدرة التنافسية للصين في الاقتصاد العالمي، مخصصة مبلغا متواضعا نسبيا يناهز 130 مليون دولار لتطوير 3 تقنيات جديدة لتشغيل المركبات، خلايا الوقود والمحركات الهجينة والمحركات الكهربائية. ساهم هذا الاستثمار في توجيه مسار تطوير المركبات الصديقة للبيئة في الصين خلال 15 سنة اللاحقة. نشأ سباق ذو طابع تقني في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بين الولايات المتحدة والصين. في الوقت الحالي تتقدم الصين في مجال السيارات الكهربائية بفضل السياسة الحكومية الداعمة لقطاع السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات. أزور الصين منذ نحو 25 عاما، والتغييرات التي حدثت مذهلة. عندما زرت الصين لأول مرة كانت الشوارع مليئة بأسراب هائلة من راكبي الدراجات، كانوا يتحركون بانسيابية كأنهم يسبحون في أثناء توجههم إلى العمل. كل ذلك اختفى الآن، وأصبحت الشوارع مزدحمة باستمرار، ويمكنك أن تجد نفسك عالقا في بعض أطول الاختناقات المرورية التي قد تشهدها، وذلك مجرد مؤشر بسيط على التغيرات الحاصلة. إنهم يدركون سوقا عالميا واحدة لا يمكنهم أن ينافسوا فيها، فقد تأخروا كثيرا فيها، هي سوق السيارات التي تعمل بالبنزين. لكنهم قيموا الوضع ورأوا أنهم إذا تمكنوا من ريادة سوق السيارات الكهربائية، إذ وجد نحو نصف السيارات الكهربائية في العالم في الصين عام 2021، فإن ذلك سيمنحهم أساسا قويا ليصبحوا منافسين بارزين في سوق السيارات العالمية، وهو وضع تنافسي لم يمتلكوه حينها. رغم هذه القفزة التكنولوجية، لم يرى كثير منا أو يسمع عن بعض أكبر شركات صناعة السيارات في الصين. سلمنا السوق العالمية 2,100,000 سيارة، وحققنا إيرادات بقيمة 50 مليار دولار أمريكي. على غرار عديد من الشركات الصينية الأخرى، أصبحت جيلي عملاقة في السوق المحلية قبل وقت طويل من بدء التوسع خارج الحدود. حالياً تمتلك جيلي شركة فولفو وحصة في شركة ديملر، وأصبحت مدرجة في الأسواق العالمية، رغم أن مبيعات جيلي لم تصل بعد إلى حجم مبيعات تسلا. أثبتت قدرتها على تقديم مفاهيم مبتكرة وطموحة ضمن بيئة تعزز الابتكار بقوة، مثل المحطات الجديدة للتبديل السريع للبطاريات.
وضعنا خطة لبناء أكثر من 2000 محطة للشحن وللحلول السريعة لتبديل البطاريات خلال عامي 2022 و2023 لإتاحة أكثر من 20,000 نقطة شحن. هذه التكنولوجيا لم تكن تسلا تعتقد أن الدول الغربية مستعدة لها. من المذهل حقا أنه إذا عدنا بالزمن إلى الوراء عقدين فسنجد السوق الصينية للسيارات صغيرة نسبيا، أي بحجم مبيعات يتراوح من 1,000,000 إلى 2,000,000 سيارة سنويا فقط. أما الآن فبلغ حجم السوق نحو 27,000,000 سيارة سنويا، أي أكبر من السوق الأمريكية 50%. لذا تمنح السوق المحلية الشركات فرصة لترويج سياراتها الكهربائية، وهذا يحدث بالفعل بشراسة، كما يعني أن شركات تصنيع السيارات العالمية، ولنتذكر أن صناعة السيارات هي صناعة عالمية، ربما ستركز أكثر على الولايات المتحدة، ولكن سيظل لديها رغبة أيضا في بيع السيارات الكهربائية والمنافسة في السوق الصينية. تعني السوق المحلية الواسعة في الصين التي تضم 400,000,000 مشتر للسيارات من الطبقة المتوسطة أنه على شركات السيارات الكبرى الاستثمار والمنافسة هناك. من جهة قد تستفيد بكين من ذلك في تعزيز طموحها الاستراتيجي للهيمنة على التكنولوجيا النظيفة، ومن جهة أخرى لا تحتاج الشركات الأجنبية إلى جهد في إقناعها بالاستثمار هناك. برزت مدينة ليوتشو بفضل المبادرات الخضراء للسلطات المحلية كعاصمة حقيقية لأكبر سوق سيارات كهربائية في العالم. خصصت السلطات طرقات محددة للسيارات الكهربائية داخل المدينة، ويمنع على السيارات ذات المحرك التقليدي ارتيادها. غالبية هذه السيارات الكهربائية بطول 3 أمتار فقط، وتكلف أقل من $5,000، ومبيعاتها فاقت مبيعات تسلا. أنشأت المدينة أماكن وقوف مخصصة لهذا النوع من السيارات، يبلغ حجمها نصف حجم أماكن وقوف السيارات العادية، ويمكن أن تستخدمها فقط هذه السيارات. بالتالي خلقت المدينة بيئة يكون من الأفضل لك فيها أن تقتني سيارة هونغ غوانغ ميني الكهربائية، وقدمت نموذجا إيجابيا لكيفية التشجيع على استخدام المنتجات التي تساعد على قيادة سلوك المستهلك. هذه السيارات تصنعها شركة صينية تسمى وولينغ بالشراكة مع شركة أمريكية شهيرة جدا هي جنرال موتورز. الأليس والهوتدوغ وفطيرة التفاح وشيفروليه تشكل معا التاريخ الجميل للولايات المتحدة. البيسبول والهوتدوغ وفطيرة التفاح وشيفروليه. جسدت جنرال موتورز ذات يوم رمزا للقوة الصناعية الأمريكية، وعليها الآن أن تبحث خارج الولايات المتحدة عن الفرص. أصبحت الصين أكبر سوق لجنرال موتورز والأكثر أهمية استراتيجيا بكل تأكيد. المستهلك الصيني على دراية واسعة بالتكنولوجيا، ما يعني أن السوق الصينية توفر تربة خصبة لطرح سلع جديدة وتجربتها وإقناع الناس بتبني تكنولوجيات جديدة. نبيع كل سيارة نصنعها، وهذا ليس بسبب القواعد التنظيمية، بل يعود بالكامل إلى الطلب العالي من الزبائن الذي يدفعنا إلى توفير هذا المنتج للمستهلكين. يحصل مشترو السيارات الكهربائية في الصين على دعم يبلغ آلاف الدولارات، بل وصل الأمر في بعض المدن إلى أنه أصبح من شبه المستحيل الحصول على تصريح وقف سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي. في نهاية عام 2020 امتلكت الدولة 1,680,000 نقطة شحن مركبات كهربائية، مقارنة مع 72,000 نقطة شحن في الولايات المتحدة في نهاية 2019. طبيعة الغالبية العظمى من عادات القيادة والأميال المقطوعة للسائقين في الصين التي تنحصر في نطاق المناطق الحضرية تجعل اقتناء السيارات الكهربائية خياراً مناسباً. إذا نظرت إلى هونغ غوانغ ميني الكهربائية فلدينا طرازات ذات نطاقات سير تتراوح من 120 إلى 170 كيلومتراً، لكنها عند الغالبية العظمى من مستهلكين سيارة ثانوية أو أساسية للاستعمال في منطقة وسط المدينة بسبب ظروف القيادة والبنية التحتية للشحن. نتيجة لذلك فإن معدل اقتناء هذه السيارة عال جدا، إذ لا يحول كثير من العوائق دون اقتنائها. أما في الولايات المتحدة فنطاق سير السائق أوسع بكثير، ويتراوح من 250 إلى 300 ميل، لأن كثيرا من السائقين الأمريكيين يسافرون بين المدن، ما يستنزف كثيرا من وقتهم. لكن الوضع في الصين يختلف قليلا، إذ إن 85% من الأميال المقطوعة هناك تكون في الطرق غير السريعة. لا يحدث الصينيون ثورة في سوق السيارات الكهربائية فحسب، بل يعيدون نهج التخطيط من أعلى إلى أسفل الذي تقوده الحكومة وكتابة قواعد الابتكار أيضا. في المفهوم الغربي ينظر إلى رواد الأعمال على أنهم محركات حيوية لعملية الابتكار، شخصيات مثل بيل غيتس وجيف بيزوس، إلى جانب الحافز المالي الذي يوفره الابتكار وهو تحقيق ثروة هائلة، هما ما يحفزان عملية الابتكار، في حين أن ما سبق يشكل جزءاً من القصة فإنه لا يقدم الصورة كاملة
حسب ما اتضح لنا من تجربة الصين. فالحكومة التي تعمل بتأن في تخصيص الموارد والوقت والمال والأفراد لحل المشكلات ودفع الابتكار إلى الأمام يمكنها أيضاً تحقيق بعض النتائج الباهرة. غالبية السيارات التي تبيعها جنرال موتورز في الصين مصنوعة في الصين، ما يتطلب من الشركة توخي الحذر والحفاظ على علاقات إيجابية مع بكين، وهذا هو وضع معظم الشركات الأجنبية في البلاد، وللحاق بركب التكنولوجيا النظيفة ستقع تضحيات. لهذا تمثل الاستثمارات في محطات شحن السيارات الكهربائية جزءا من خطة البنية التحتية الجديدة للرئيس بايدن البالغة قيمتها 1,200,000,000,000 دولار. يشعر الرئيس بقلق كبير إزاء التقدم الذي أحرزته الصين في سوق السيارات الكهربائية، وبدلاً من أن نكون في طليعة التكنولوجيات المستقبلية نجد أنفسنا معتمدين على الواردات من مكان آخر. لقد حان الوقت لتغيير هذا الوضع. ومع ذلك لا يشعر الجميع في فريق بايدن بالقلق. أود أن أجرؤ على القول إن الغالبية العظمى من براءات الاختراع والابتكارات في مجال التكنولوجيا النظيفة قد مولتها وزارة الطاقة وشركات القطاع الخاص من الولايات المتحدة، لكن سوق أغلب هذه التقنيات في أوروبا بفضل برامج تعريفة التغذية، وفي الصين بفضل براعتها التصنيعية، لكن كثيرا من التقنيات نشأ هنا في الولايات المتحدة. وعند التفكير في السيارات الكهربائية الأروع ابتكارا في جميع أنحاء العالم تتبادر إلى ذهنك سيارة تسلا، وعند التفكير في النماذج التي يطمح جميع المنافسين بمن فيهم الصينيون إلى مضاهاتها فإنهم يسعون إلى تقليد الابتكار الأمريكي للصيني. أما تقنية بطاريات الليثيوم إيون الحالية فلا أحد حقا يعتقد أن تظل هذه التقنية معتمدة في عام 2030. كل ما يتعلق بها سواء الكاثود والأنود والسائل المتأين والمواد المتفاعلة، أعتقد أن الجميع يرى قدرا هائلا من الابتكار في الجيل القادم من سعة البطاريات، وهذا تماماً ما نطوره هنا في الولايات المتحدة. لنجاح الصين في مجال التكنولوجيا النظيفة جوانب أقل ما يقال عنها أنها إشكالية. فمثلاً اتهم قطاع الطاقة الشمسية المزدهر لديها بالاعتماد إلى حد ما على العمالة القسرية، فيما يعد القمع المنهجي لمسلمي الإيغور قضية دولية تتعلق بحقوق الإنسان. أعطونا حقوقنا! أعطونا حقوقنا! تعد الصين أيضاً أكبر مصدراً لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، وهي موطن لمشكلات بيئية ضخمة، ويعزى ذلك إلى تقاعسها عن كبح جماح صناعة الفحم الضخمة لديها. عندما اجتاح التلوث الجوي الشديد البلاد في شتاء عام 2013، اتجهت بكين أكثر نحو تطبيق سياسة السيارات الخضراء لحماية البيئة. خلال 30 يوماً الماضية سجل متوسط مستوى جودة الهواء في هذه المدينة على أنه خطير على النطاق الرسمي. بحلول عام 2019 أقرت الحكومة نظاماً يتضمن أهدافاً تنظيمية لا يضاهيه أي نظام آخر حول العالم، إذ يحث شركات صناعة السيارات على تسريع استثماراتها ومبيعاتها للسيارات الكهربائية بوتيرة أسرع مما خططت له. كل هذا يضع الصين على مسار تحقيق أهدافها لعام 2030، وبحلول ذلك العام سيكون لها تأثير كبير في هذه الصناعة الاستراتيجية وكلمة مسموعة فيما يخص المعايير الفنية وشروط التجارة. السؤال الأهم هو، بينما نجح المفهوم الصيني للرأسمالية نجاحاً ملحوظاً عندما كان دور الصيني هو مجرد اللحاق بالركب أو شراء تلك التقنيات، أو كما كان البعض يقول سرقة التكنولوجيا من بقية العالم، فهل سينجح مفهومها أيضاً عندما تصبح الصين رائدة للتكنولوجيا وتبدأ حل المشكلات المعقدة وتطرح حلولاً وأفكاراً جديدة؟ أعتقد أنه يوجد سيناريوهان محتملان. الأول لا يختلف كثيراً عن الوضع الحالي، حيث تزداد أعداد السيارات الكهربائية على الطرق مفاقمة الازدحام المروري الذي هو بالفعل الآن مشكلة كبيرة. والثاني وصفته في كتاب The New Map بسيناريو تكنولوجيا السيارات، إذ يتضمن ربط السيارات الكهربائية مع خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات، وأيضا مع المركبات الذاتية القيادة، بحيث تكون أسراب كثيرة من السيارات ذاتية القيادة التي تنقل الأشخاص آليا، ولا يبقى للأشخاص أي ارتباط بسياراتهم الفردية بعد ذلك، وتصبح السيارات أداة للتوصيل لا أكثر، ومن ثم تصبح حركة السير مختلفة تماماً بلا ازدحامات مرورية بسبب تنسيق حركة جميع السيارات، وتصبح جميع السيارات متصلة من خلال البرمجيات. لذلك أعتقد أن المسألة ليست في توقع حدوث أحد السيناريوهين بل حدوثهما معاً، وأعتقد أن أموراً كثيرة تتوقف على وتيرة تطور التكنولوجيا وعلى تطور المنافسة بين الصين والولايات المتحدة واعتماد كلتيهما على الأخرى كذلك.
تعتمد السيارات الكهربائية المتطورة بشدة على البرمجيات وبيانات الملاحة التي ترسلها السيارة، بالإضافة إلى مستوى شحن البطارية والتحديثات اللاسلكية وتحديد المشكلات عن بعد. يعد هذا مجالاً حساساً، خصوصاً في ضوء الجهود الأمريكية والأوروبية للحد من نقل التكنولوجيا إلى الصين، ما قد يضر بتطور المجال في حال لم تدر هذه الجهود بحرص. مع ذلك، في ظل استمرار نمو الصين وريادتها لهذا القطاع، يرجح أن يكون لها تأثير أكبر في النتيجة النهائية التي تمس الجميع.